يواصل المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية في نسخته التاسعة فعاليته في مملكة البحرين لليوم الثاني تحت عنوان تمكين مجتمع البيانات. نعم، ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أكثر من 500 شخص من متخصصي علوم البيانات والمسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية من 107 دول. يمثل احتضان مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية في نسخته التاسعة دليلاً وتوثيقاً لإيمان حكومة المملكة بدور البيانات. يعد المؤتمر حدثاً عالمياً نصف سنوي لمجتمع الإحصاء في جميع أنحاء العالم، ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بهدف جذب مجموعة واسعة من المختصين جامعي الإحصاءات الرسمية والمستخدمين من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص لتبادل ومناقشة أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية، والتي تمكن من الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والمعرفة. أكثر من 100 دولة شاركت في هذا المؤتمر المهم والنوعي على أرض مملكة البحرين لمشاركة خبراتهم في مجال البيانات وتطبيقاتها، والتي تمكن من اختبار التطبيقات الأكثر مناسبة لتنفيذها أو البناء عليها. وكذلك يسهم هذا المؤتمر في إبراز ما قامت به الدول الخليجية في هذا المجال وتوجهها إلى الاستثمار الكبير في القطاع الإحصائي، والذي يؤدي بدوره إلى دعم علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية العالمية. المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية في نسخته التاسعة حصد إشادات دولية واسعة من الحضور مقدرين جهود مملكة البحرين الكبيرة في تطوير بياناتها الوطنية ومتطلعين لمستقبل واعد للقطاع الإحصائي في المنطقة.